اذا لو اطلعنا على انك جت برينتر انك جت بتختلف عن الليزر جت. الانك جت برينترز اللي موجوده شو الاجزاء المختلفه؟ كيف بتشتغل؟ ايش مبدا العمل؟ الكتروستات هيتر. تمام. فيها الكتروستاتيك ولا هي الانك جت مش بس بكون فيها البيزو الكتريك كارتج بتصير تفتحه النوع البسيط؟ لا هي بتشحن الحبر بشحنه وبتشحن هذه الورقه بشحنه ثانيه. هيك بتعمل بيزو الكتريك؟ اوكي ماشي. انا ما بعرف، انا اللي كنت اعرفه انه فيها الكارتج، الكارتج انا بعطيه اشاره كهربائيه بصير الكارتج يفتح وينزل هذا، بعرفش انه فيها الكتروستاتيك. انت متأكد؟ طيب فيها. اوكي ماشي. غير الكارتج هذا خلينا بس نحكي عن حركه الورق، ايش حركه الورق المطلوبه؟ كيف بدي احرك الورق في انجت برينتر؟ تمام. اذا في عندي اب اند داون موفمنت، يعني اذا بتطلع هون مثلا هي هون عندي، لو عندي سلندر من هون وعندي هاي الورقه هون، كيف بدي ادخل الورقه؟ كيف بدي اسحبها؟ بدي اسحب الورقه واعمل فيد. اذا ايش بدي سيستم؟ في شيء بيرفع من تحت. واحد من السيستمز بده يكون بحرك فيرتيكال موفمنت. اذا في عندي اول سيستم بده يحرك الورق بيبر فيرتيكال موفمنت، وهذا عندي هون كلوز لوب كنترول سيستم، لازم يكون كلوز لوب. اذا اول سيستم هون بدنا ناخده، بدنا نشوف بده يكون عندي محرك هون، والمحرك هذا لازم يكون فيه له نوع من الفيدباك. الفيدباك راح نستخدمه او مستخدم في معظم البرنترز هو اوبتيكال سلوتد سويتش مع ديسك. اذا بتفتح البرنتر، اذا بتفتح الانك جت برنتر بتطلع في داخلها، راح تشوفوا اكثر في الفيديو المره الجايه، راح تلاقي فيه زي ماده شفافه بلاستيكيه رفيعه شفافه، ومحطوط عليها الخطوط هدول. الخطوط هدول هم اللي بعطوا بخلوا الضوء يشبك ويفصل من هون، وهون بيكون في عندي زي سنسر. السنسر هاي شكلها كانوا بالترانسيوسرز امبارح، مين كان معي بالترانسيوسرز؟ شفتوا هاي نفس الفكره. هون بيكون عندي بهذا السويتش في عندي لايت ايميتنج دايود وفوتو ترانزستور. اللايت ايميتنج دايود والفوتو ترانزستور في ضوء ساقط ما بين اللايت ايميتنج دايود على الفوتو ترانزستور، بمر فيها هذا الديسك، ايش بصير يعمل؟ بلسز. بصير يعمل بلسز اون اوف، والبلسز هاي بستخدمها للفيدباك. منها بقدر اعرف البوزيشن تبع الورق، يعني لو انت عندك كاونتر هلا في البيك، والكاونتر اللي في البيك بيمثل موقع الورق اللي موجود هون، فانت راح تبدا تحرك يسحب معك ورقه. هلا بدك سنسر تعرف انه البيبر دخلت، مزبوط؟ يعني ما بينفع انك انت تلف على الفاضي، اذا انت سحبت وما سحبت معك ورقه معناها بتعرف انه في مشكله، مزبوط؟ كيف بدنا نعرف انه الورقه مرت او ما مرت؟ ايش على الرولر نفسها؟ ممكن على الرولر نفسها، بس في شيء ابسط من هيك. زي سويتش. ممكن سويتش، تمام. اذا ممكن احد الاشياء نعملها، لو حكينا هي صفطه الورق هون، وعندي هون الرولر اللي بدها تسحبها، ونفترض الرولر قريبه، طبعا لازم تكون الرولر قريبه من هون حتى اعرف اني سحبت او ما سحبت، مزبوط؟ راح تنزل هاي الرولر، ما راح تكون دائما ضاربه فيها، راح تنزل حتى تسحب ورقه، مزبوط؟ بس تسحب هاي الورقه. هلا هون احتمال احد احسن سنسر اني احط هون زي لايت سنسر يكون موجود هون، بحيث انه لما ورقه تمر اول ما الورقه تضرب هون بعرف انه هاي اذا ما فيد، مش البرنتر بتعرف انه في فيد او ما فيد، مزبوط؟ ما بتبدا تطلع، عمرك شفت برنتر بتبدا تطلع وفيش ما دخلتش الورقه لجوا؟ عمرها ما بتعمل هيك، اذا لازم تعرف انه في بيبر بريزنت، مزبوط؟ اذا هذا السنسر راح اسميه بيبر بريزنت سنسر. الاوتبوت تبعه ايش راح يكون؟ انالوج ولا ديجيتال؟ ديجيتال. اون اوف، بس راح يعطيني اون اوف، هيك هذا السنسر بس راح يكون اون اوف سنسر. راح يقول انه في ورقه ولا ما في ورقه، اذا سحبت، اذا نزلت الرولر هذا اللي عندي، كيف عمالي بلف الرولر؟ راح الف عن طريق الدي سي موتور، في احتمال كبير انه بتكون في عندي كمان اكشويتر ينزل هذا على الورق حتى يسحب. مش راح يكون دائما يعني راح ينزل يسحب الورقه ويدخلها لجوا من هون. السنسر الثاني اللي عندي هون اي سنسر؟ دكتور؟ نعم. بالنسبه هل بيكون في سليبج بين الورقه وبين هاي؟
هلا أنا هون بتوقع ممكن يكون في سليبج. ما فيش عندي يعني ما عندي طريقه اعرف انه صار سليبج ولا لا. يعني افرض انا سحبت الورق، هذا سؤالي كويس لانه بده يفرجيني هلا دقه هذا الجهاز وهل في مشاكل رح تصير فيه ولا لا. لو انا نزلت الرولر ولفت الرولر وتحركت الورقه في البدايه واعطتني اشاره انه في ورقه، بعد ما مر البيبر على السنسر هذا صار في سليبج، ممكن يصير في سليبج لسبب معين، هل بعرف هذا السليبج؟ لا. ولذلك اذا بتطلع كثير من الانكجت برينترز مرات بيطبع زياده لفوق او زياده لتحت، بتلاقيه بيطبع في مكان مختلف شوي، الا اذا انا تصميمي جيد من هون وعندي الربر كويس. بس ما في شيء راح يقول لي انه صار سليبج ولا ما فيش. مزبوط، ما فيش عندي سليبج ديتكشن. هلا ممكن انت تطور سيستم احسن من هذا السيستم يعطيك سليبج ديتكشن، بس ما في سليبج ديتكشن. او احيانا بتعرفوا هذا مرات لما بسحب ورقتين مع بعض مرات بكون في شيفت بينهم، يعني مرات لما بسحب ما بتطلع مع ورقه واحده، بسحب اول ورقه الورقه الثانيه بتكون تقريبا زي ملزقه فيها وبطبع على التنتين. مزبوط، بصير هذا السيستم ما بعرف هذه المواصفه. هلا لو المواصفه اليوزر ريكويرمنت انه لازم يكونوا هذول التنتين، لازم يميز انه في سليبج، بدك تحط سنسرز اضافيه وديتكشن اضافي. بس احنا عارفين انه هذا السيستم ممكن يعمل سليبج. اذا هي عندي، هي اول سنسر سميناها بيبر بريزنت سنسر. لسه حنحكي عن اول كنترول سيستم. ايش الكنترول سيستم؟ هذا السب سيستم فيرتيكال موفمنت. هذا الفيرتيكال موفمنت له هدفين، ايش هم الهدفين؟ تخيل ورق موفمنت اوف بيبر، يعني هو اللي بيعمل فيد. هذا اللي بيعمل فيدي، بس في له هدف ثاني، في له وظيفه ثانيه. بنفس عمليه الطباعه مين اللي عماله بيحرك الاحرف من هون؟ مظبوط، يعني هم التنتين بيتموا عن طريق نفس الجهاز، بس لاحظوا دقه الطباعه ايش بتعتمد صارت. هذا السنسر ايش هذا بنسميه؟ عفوا قصدي يعني الفانكشن تبعته، الدقه تبعت هذول شو سميناها؟ ريزولوشن. لاحظ انه الطباعه يعني هذا لو انه هدفه بس انه يسحب الورقه ويوصلها ويمررها، هل كنت بحتاج سنسر دقيق هون؟ فاهمين علي شو اللي بحكيه؟ انا اذا كل هدفي اني اسحب ورقه واوصلها، اسحب ورقه واوصلها، ما بدي الدقه اللي موجوده هون. هاي الدقه الهدف منها اللي موجوده هون عشان ايش؟ عشان برينتنج ريزولوشن. ايش الريزولوشنز مثلا الممكنه؟ الشائعه مثلا 300 دوتس بير انش، 600 لحد الحين مستخدم الانش، بعرفش ليش بس لحد هلا شائع في كل هذا، انه هذول هم الريزولوشنز اللي شائعه. مزبوط، هلا بعرفش البرنتر الانكجت برنتر العاديه ما اظنش تعطيك اكثر من 300 دوتس بير انش، بس هذول هاي البرنتنج ريزولوشن مرتبطه بشكل وثيق بمين؟ البرنتنج ريزولوشن مرتبطه بشكل وثيق بالريزولوشن تبعت هذا الشافت انكودر. تمام، ماشي، واضح لهي النقطه؟ هاي نقطه مهمه. اذا هذا في له تو فانكشنز، اف 1 هي فانكشن 1 وفانكشن 2، وهذول التنتين بيعتمدوا على اليوزر ريكويرمنت. اي يوزر ريكويرمنت؟ ايش اليوزر ريكويرمنت اللي هون؟ ريزولوشن. مزبوط، مش بدي اطبع ريزولوشن. ومين اللي كمان لازم يحقق لي هاي البرنتنج ريزولوشن؟ في سيستم ثاني. شو السيستم الثاني اللي لازم كمان ينطبق عليه هاي ريزولوشن؟ لا تمام، احسنت، الهوريزونتال موفمنت. مش انا بدي اطبع هيك وهيك، مش الحرف تبعي هو عباره عن نقاط؟ الواحد مثلا حرف ال لما بطبعه انا هون، مش هدول النقاط بدهم نحطه هيك؟ مظبوط، هاي الحركه مين بده يجيب هاي الريزولوشن؟ الهوريزونتال. اذا في عندي سيستم ثاني هلا رح نحكي عنه اللي هو الهوريزونتال موفمنت، هدول الاثنين لازم يكونوا نفس الريزولوشن، ولا الحرف بصير اطبعه بريزولوشن فيرتيكال وريزولوشن هوريزونتال. شايفين قديش الدقه في التفكير؟ واحنا لسه ما بدينا لا اخترنا كومبوننتس ولا اخترنا ايش، عم نعمل بس كونسبتشوال ديزاين. وحتى احنا مش شطارتنا الكونسبتشوال ديزاين، عايش بنينا هاي على سيستم احنا شايفينه. اذا بنقدر نجيب المره الجايه مثلا برينتر، في برينتر عندنا في المختبر هون بعرف اذا موجوده، نحاول نجيبها ونطلع عليها. اذا صار عندي هون، هلا هذا لازم يكون كلوز لوب ولا اوبن لوب؟ يكون كلوز لوب. وفي كانه في تو سب لوبس، في لوب بتقول لي انه انسحبت البيبر، مظبوط، وفي لوب ثاني بتقول لي الحركة اللي صارت موجودة هون حتى أطلع بشكل دقيق البرنتنج ريزولوشن اللي موجودة هون. إذا أنا في المرحلة الأولى رح أنزل هذه، يعني المفروض هون يكون في عندي كمان أكتويتر ثاني. أنا ما بعرف بالضبط كيف هذا الأكتويتر، ممكن يكون الأكتويتر بالبساطة هاي إنه بتحرك هيك بتحرك هيك، وهذا هون مثبت. كل اللي بيعمله هذا لما بده يبدأ يطبع إيش بيعمل؟ في محرك ثاني صغير هون، شو بيعمل بهذا؟ بنزله بسحب، بنزله بشد على الاخر وبعدين بسحب.
لما يخلص برينتينج هذا اذا بده برد برجع مره ثانيه عشان ما يكونش طالب في الورق اللي موجود هون. لانه انت لما بتحط الورق مش بتحط الورق هون وبكون سهل انك تحطه. بعدين كيف هذا بده يسحب الورقه؟ بده تنزل هذا الديسك بده ينزل عليه ويسحبه. مزبوط؟ هاي كلها عمليه مش بسيطه. اذا بتطلع على الفوتوكوبير شوف القوه اللي موجوده في الفوتوكوبير لما بده تسحب ورقه. بتتاكد دائما هتسحب ورقه واحده. هذا على فكره السيستم زي ما احنا بنيناه الان احنا مش متاكدين انه مش راح يسحب ورقتين او ثلاثه مع بعض. مزبوط؟ ايش ممكن اعمل حتى اضمن انه ما اسحب ورقتين اكثر من ورقه مع بعض؟ مثلا ممكن الكارترج هذا اللي هون اللي عفوا مش الكارترج التري هاي البرينتينج تري الموجوده هون الكاروسيل تكون بحيث انه لما عليها ورقه اسحبها. بس حتى هاي مش مضمونه، هاي بدها كمان ذكاء. كيف اضمن اني اسحب ورقه وما اسحبش ورقتين؟ ممكن يكون في عندي طريقه تحت مثلا عندي رولر تحت او شيء بحيث انه بمنع الورقه هاي انها تنزل تدخل. مثلا يكون في هون شيء ثاني موجود هون بدفش الورقه هاي. اكيد انا متاكد لو رحت انت على شركات الفوتو كوبينج المشهوره والبرنتنج المشهوره في واحد عندهم متخصص في الميكانيزمز هاي. كيف اني اضمن اني اسحب ورقه وما اسحبش ورقتين او ثلاث ورقات؟ هل هاي برينتر كويس اذا كل مره بتسحب لك ورقتين وثلاثه؟ لا لاحظ كم مره انا زمان ما شفت برينتر سحبت ورقتين. شوف كيف الاتقان في الهاي الاتقان في التصميم. اذا نلخص اول سيستم عندي الفيرتيكال موفمنت، في عندي فيرتيكال موفمنت بدي اسحب ورقه بديش اسحب ورقه ثانيه، وهذا يمكن يكون كمان جزء من اليوزر ريكوردز. الشافت انكودر تبعي كيف بدي احدد هذا اللي هون؟ كيف بدي احدد عدد الريزولوشن الموجوده هون؟ بايش بدي اربطها؟ بدي اربطها بهاي الريزولوشن اللي هون مش هيك؟ فبدي ابدا من 300 دوتس بير انش مزبوط؟ قديش هاي المسافه؟ احسب لي اياها على الحاسبه عندك. الانش كم مليمتر؟ 25.4 ملم. اذا قسمنا 25.4 على قديش بدي اقسمها حتى اطلع الريزولوشن؟ على 300. اقسم لي 25.4 على 300 شوف كم. 0.084 قديش؟ 0.08 0.08 46 ملم. مضبوط؟ اذا بدي احولها لمايكروميتر راح تصير 1 2 3 80 حوالي 85 مايكروميتر بدي الحركه. يعني هلا بدك تربط الحركه الخطيه اللي موجوده هون اللي هي قديش؟ 84 مايكروميتر بالبلسز اللي موجوده هون، بتعرف تعمل حساب هاد؟ حتى تطلع عدد هدول اللي هون مضبوط؟ عايش بده يعتمد؟ بلس بير ريفولوشن. بس عايش في شغله مهمه لازم تعرفها. الراديوس تمام، مين حكى الراديوس؟ تمام، هذا هون بدي اعرف الراديوس تبعه. مظبوط؟ ما بقدر اصمم اذا ما عرفتش الريديس تبعه. ممكن الريديس تبعه يكون كبير ممكن الريديس يكون صغير، مظبوط؟ كيف بدي اعرف عدد البلس اذا ما عرفت الريديس؟ خلينا نشوف اذا بنقدر نحسبها. هي عندي هذا الديسك. في عندي الريديس طبعا انا راح احكي عن الافكتيف ريديس اللي هو نص وين السلوت هاي موجوده. هذا اللي بيهمني الريديس من هون. هلا بدي احول حركه المسافه الريزولوشن هاي الموجوده هون قديش حكينا؟ 85 مايكرومتر. إذا أنا بدي أتحرك وعندي الراديوس هذا موجود من هون شو بقدر أطلع الآن؟ إذا R معروفة R حددتها قررت إنه هذا الديسك يعني أنا اللي شفته في البرنتر تقريبا كان هيك قديش هاي المسافة تقديرا الدايمتر قديش هذا الدايمتر؟ 5 سم حوالي 5 قول 5 سم ماشي خلينا نفترض إنه هاي فاي بتساوي 5 سنتيمتر اللي هي 50 مليمتر. طبعا انتبه انت بدك تشتغل على الافكتيف راديوس اه؟ شو يعني الافكتيف راديوس؟ المسافة من المركز لنص السلوت. مظبوط؟ واضح ليش؟ فاهمين ليش؟ لأن أنا بهمني وين السلوت موجودة. طيب إذا شو بقدر أحسب ما دام أنا عارف آر؟ آر بتساوي 50 مليمتر عفوا آر هلا 25 مليمتر لأنه الدايمتر كان 50. هاي 25 مليمتر. إيش راح يطلع معي؟ إيش بقدر أحسب الآن؟ ثيتا مظبوط مش بقدر احسب الزاويه قديش الزاويه بتطلع معنا الان ثيتا الثيتا علاقه بين مين ومين بالريد لما تكون بالراديانس بين الارك والراديانس مش هيك اذا هذا شو بيساوي بيساوي 85 مايكرومتر على 25 مليمتر 85 على 25 تقريبا 3 3 وقديش و10 على 25 اللي هي 4 بالعشرة مظبوط؟ بس هذا تايمز 10 تو ذا ماينس 3، شو وحدتها هاي؟
radians تمام. إذا degrees شو بدي أحولها؟ كيف بحولها لديجريز؟ يقسمها على 2 باي وبضربها في 360 تطلع ب الديجريز. قديش هذا الرقم؟ طلع احسب لي اياه. إذا هذا الديسك بدك تجيبه، بدك تقصه الراديوس تبعه أو الإفكتيف دايمتر تبعه بده يكون 50 ملم، يعني بده يكون أكبر شوي من 50 ملم. بدك تقسم هاي تحط عليها حوالي 1850 بلس، 1850 شحطة. متخيل أنت 1850 شحطة على ديسك هيك حجمه؟ هلا إذا تطلع على البرينتر موجودة، وفي عندي فيديو راح أفرجيكم إياه المرة الجاي، اطلع عليه يا دوب تقدر تشوف الخطوط، بتشوف هيك إشي مظلل. هو ليش ببين مظلل؟ لأنه هدول الخطوط عددهم هائل جدا وقريبين جدا بعض، فببين كأنه هو جراي، ما ببين كأنه في سلوتس. طبعا هاي دقتها كمان بدها تكون دقيقة جدا، ما بينفع يكون عندي ضوء كبير، لازم يكون الضوء رفيع جدا من هون. راح نوقف عند هذا الجزء وبنكمل التصميم.